مساء الخير. هل اهتزت عاصمة الكاثوليك بالشرق من بعد نتيجة استحقاق 2009؟ الميل الانتخابي الطائفية المذهبية، هل هن تحكموا بانتخابات 2009 بمدينة زحلة؟ مساء الخير، أول شيء بدنا نشكرك على هالاستضافة بزحلة. السؤال الأول لحضرتك، هل تعتقد انه تحالفاتك مع الجنرال ميشيل عون وحلفاء الجنرال ميشيل عون، يعني المقاومه وحزب الله وغيره، هل تاثر الشارع الكاثوليكي في زحله؟ طبعا كان في حمله كبيره دوليا ومحليا، واستعملوا كل الوسائل تشويه لصورتنا نحن، انه نحن جايين نغير وجه لبنان والمعادلة بلبنان، هو العكس تمام، والعكس تمام. طبعا التركيز على صورة ميشيل عون مثلا، العماد ميشيل عون اللي بيعرفوا، يمكن قربوا من حزب الله، نعم، اللي بيعرفوه نعم من قريب، بتشوف غير شخص هلا بالتلفزيون شيء، هلا هو بينفعل، صح، بينفعل على زعل على لبنان، بيشوف انه لبنان عم بيطلع من ايدنا، لبنان اللي بنعرفه تاريخيا. في حملة كبيرة للتغيير وجه لبنان، صح، لانه في مشاريع دوليه وانت بتعرفها وانا بعرفها، ما بتتم هالمشاريع الا ما يخربوا لبنان القديم. ونحن الخط اللي بنمثله، الخط اللي نحن متمسكين فيه، حيبعد على لبنان القديم. لبنان القديم شو؟ طب الناخب بزحله ما شايف هالشيء هيدا، بتعتقد حاسبك لانه اعتبر انكم مقربين من حزب الله؟ لنكون بصريح العباره. طيب اوكي، اولا في عده عوامل، اول شيء علامة قوي جدا مبنيه على تشويه وكذب. ما تنسى العوامل، المال اللي بيفسد العقل، بيفسد الانسان، وين ما كان، مش بلبنان، وين ما كان بالعالم، كثرته بيفسد لك الانسان. انا شو بزمنات تشرشل استقبل شخص رجل عميل بده خدمه، قدم مال مبلغ، قال له اطلع من هون، هذا مش صار يزيد بالاخر، طلع من مكتبي قربت لسعري، بس يباشر له سعر بالنتيجه. هذا المال بيفسد. هلا نحن قرينا بالنيوز ويك والتايمز انه في من 750 مليون لحد المليار، ونحن بنعرف تمام كان يجي اصداء. ما بتعتقد انه في تضخيم لهالارقام هيدي مع الوزير؟ نحن شفناها على الارض. وبعدين يعني النيوز ويك والنيويورك تايمز جريدتين محترمين، معلوماتهم دقيقه جدا، ونحن كان يجينا اصداء من علاقاتنا بالمملكه العربيه السعوديه انه نحن محمد تمام بدنا نربح الانتخابات، بدنا نامن الاكثريه. هيك صار يعني. مع الاسف كل هالعوامل هاي اثرت على الناخب. الناخب اللي تقليديا، وعم بحكيك تقليديا يعني بنحكيك 100 سنه، نحن بدنا جديد بالسياسه، صحيح، بين جدنا وبيننا وبين، صار لنا سنه 80 85 90 سنه يعني. ما في مره ربحوا علينا بال 68 لما الجيش البردون المكتب الثاني ايام الشبيه كانوا مصرين يغيروا نتيجه وجه الانتخابات. كيف تمت عمليه شراء الاصوات؟ هيك يعني كيف وصلت لك؟ كيف تم؟ ونحن قدام التلفزيونات ونحن لاقطينهم بخطير، ومع الاسف كانوا عم بيمرقوا مع الخويرني من باب لباب. هل صار في تزوير بلوائح الشطب؟ ونحن انا التزوير الطبيعي مش ابو 100 او 1000 او 2000 او 3000، 15000 نهار قبل الانتخابات، نهار السبت نزل 15000 اسم على لوائح الشطب. وين اجوا؟ وبعدين بدي اقول لك يعني معلش، عدد الناخبين 148000، عدد الاصوات بالانتخابات 158000. زحله البلد الوحيد بلبنان اللي ما جمعوا عدد الاصوات، تركوه هيك مبهم. ليه؟ حاطين على ظهر المسؤولين. مع الاسف كمان في لوائح شطب بايده غير لوائح شطب بايدنا. وبعدين معلش بالاقلام حاطين رؤوس الاقلام نقينا الطبلية، قلت اكتر من مره برجع بقولها هلا، رؤوس الاقلام مدروسين وموجهين ليعملوا شغلهم.
أنا فيني أقول لك مثلا بكل ألم شاطبين لعشرة، كل ألم معروفين أنه هو بيخصونا كتلة شعبية. عد عدد ال طيب وين المندوبين؟ وين عد عدد ال 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 العلم 250 بعشرة، هاي 2500 راحوا من ضربنا هيك. هو رحنا عم نقدم شكوى عن وزير العدل ووزير الداخلية، قال هذا حق على لجان القيد. عادة لجان القيد بيكونوا موجودين حتى التصحيح ويسمحوا، ما سمحوا. طيب موضوع المذهبية، هل فعلا لعبوا على الغرائز تقدروا يحركوا الشارع؟ هل فعلا في طوائف بكاملها راحت باتجاه واحد؟ ولو ما واضح اليوم لبنان بلد طائفية، كل طائفة كان عندها مرجعيتها يعني على شيء. مع الأسف إلا المسيحية قصموهم، وهذا كان ضمن استراتيجية، قصموا المسيحية ضعفون. أنا بحكيك مسيحية زحلة، قصموهم وضع بقى العصبية على أبوية الطوائف ماشي. هذا اللي سمحت لهم يضعفوا زحلة، زحلة اللي إلى تاريخ بالسياسة اللبنانية. نحن زحلة كنا نطلع نواب وبالمناطق كلها ونتسقط حكومات ونطلع رؤساء. اليوم زحلة يعني فقدت دورها الأساسي بالسياسة اللبنانية الوطنية. أضعف الكاثوليك، بتعتقد اهتزت هالعاصمة هيدي، عاصمة الكاثوليك بلبنان وبالشرق؟ طبعا زحلة معروفة مش بس بلد يعني المدينة الكاثوليك، عاصمة الكاثوليك. زحلة أكبر مدينة مسيحية بالشرق، يعني هالشيء اللي صار ما نصب فيه، ما تفكر، مدروس مخطط، مكسرها مضعفها نقصمها وبعدين نقشط لها نوابها، والخطة بعد ماشي. شو التركيز على زحلة؟ إذا لاحظت، إذا بتتذكر قبل الانتخابات كانوا شبه متأكدين كل المراقبين والمحللين إنه نحن سبع نواب إلنا، كيف ما بيطلع قبل الانتخابات؟ إنه كيف؟ أنا ما كنت صدق إنه ممكن يصير في تزوير لهالدرجة هاي بوجود المراقبين دولية. يعني ما لي شيء، بدناش نفوت بالتسمية، بس هن جايين يشرعوا الانتخابات مش ليراقبوا الانتخابات. انه والتجيش انتخابات البلدية رح تفرز نتيجة اخرى مفاجآت؟ ما بظن، لانه شيء اللي صار ما بتصير مرتين بالتاريخ. يعني شيء اللي صار هالتجيش الدولي والعالمي والمال اللي صار ما رح تصير مرتين. وبعدين ما عندهم السلاح والإمكانية اللي كانت موجودة، مش السلاح سلاح سلاح الماديات. اسمع عليك، يعني ما بتعتقد إنه عم نحكي كتير بمؤامرة دولية لإسقاط إلي بيكسكيف يعني أو لقحته بزحلة؟ يعني مؤامرة دولية، معقول السفارات كلها اشتغلت ضدك؟ أوكي طيب، مش مؤامرة لإسقاط إلي بيكسكيف. لو مشيت أنا بسياسته ما كنت سقطت على شيء. هي الهدف إنه مصادرة السبع نواب حتى يأمنوا الأكترية بالمجلس النيابي. طيب هاي سقطت كمان، أمنوا الأكترية بس ما أخذوا النتيجة اللي بدهم إياه، إنه ما قدروا يحكموا البلد مثل ما بدهم إياه. يعني أنت بتعرف تمام ليش بدهم الأكترية. بدهم الأكترية تحط في مشاريع دولية بده يتم، وأنت عم تسمع ونحن عم نسمع إنه موضوع فلسطيني وتوطين هذا أكبر هم عند الغرب، هم وعبء بدهم يخلصوا منه، بدهم ينهوا الموضوع هاي على حساب لبنان، على حساب بعض الطوائف لبنان وبصورة خاصة معلش المسيحية. ما حدا مصدق، ولكن هي الحقيقة راح تبين مع الأيام. بجوز مش بأيامنا، بس راح تبين. هو هذا أساس المشكلة، بدهم الأكترية تعطي مشروع هالسياسي هاي. طبعا اللي عم يخربط اللعبة في قوة واحدة اللي واقف بوجهن، هو اسمه حزب الله. هذا القوة اللي قادرة توقف بوجهن. نحن داعمين هالخطة، تعطينا على هالشيء. لأن ما أنا ضد الفلسطينيين، بالعكس تمام. نحن بدنا حق العودة، بدنا إنه يعيشوا مثل البشر، مثل كل البشر. ليش ما بيلاقوا حلول غير الحل هاي؟ إنه ما على شيء. أبناء زحلة واعيين على هالوقائع هذه وعلى الحقائق بالتحديد. مع الأسف الإعلام تبع الفريق الثاني أقوى من الصدق. طبعا نحن صادقين مع العالم. هن اتهمونا إنه بدنا نلبس الزحال المسيحي، بدنا نلبسهم شذور. ليش بدنا الحديث ومشيت إنه ليش كيف بدو يلبسنا الشذور؟ طيب.